أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان في المؤتمر الصحفي الذي عقده لاستعراض خطة الوزارة للترويج لانتخابات مجالس المحافظات أن الحكومة من خلال وزارة الإدارة المحلية حرصت على أن يكون قانون الإدارة المحلية محطة مهمة لتوفير البيئة التشريعية لعمل مجالس المحافظات والمجالس البلدية في المجالين الخدماتي والتنموي. أود أن أؤكد لكم بأن الحكومة من خلال وزارة الإدارة المحلية حرصت على أن يكون قانون الإدارة المحلية محطة مهمة لتوفير البيئة التشريعية لعمل مجالس المحافظات والمجالس البلدية في المجالين الخدماتي والتنموي. وقال كريشان إن ما لا يقل عن 25% أضيفت من عدد أعضاء مجلس المحافظة المنتخبين لإشغال هذه النسبة بالنساء اللواتي لم يحالفهن الحظ في الانتخابات، فيما خصص ما لا يقل عن 40% من موازنة المحافظة للمشاريع التنموية، ما يرسخ أعمال المجلس بالاتجاه التنموي. إضافة ما لا يقل عن 25% من عدد أعضاء مجلس المحافظة المنتخبين لإشغالها من النساء اللواتي لم يحالفهن الحظ في الانتخابات، وهذا ما أشار عليه القانون. النص على أن يخصص ما لا يقل عن 40%، وهذه من امتيازات القانون الحالي، 40% من موازنة المحافظة للمشاريع التنموية، وذلك لغايات ترسيخ أعمال مجلس المحافظة بالاتجاه التنموي. قبلت الهيئة المستقلة للانتخاب 4794 طلب ترشح ورفضت 25 طلبا آخر للانتخابات المحلية المقبلة. وقالت الهيئة إن الطلبات المرفوضة توزعت على مناصب عضوية مجالس المحافظات والبلديات وأمانة عمان استنادا لأحكام قانون الإدارة المحلية وقانون أمانة عمان لعام 2021 والتعليمات التنفيذية الصادرة بموجبها، فيما كانت الطلبات المرفوضة لمنصب رئيس البلدية طلبا واحدا فقط. وبينت الهيئة أن بإمكان المرشح المرفوض طلبه الطعن بقرار مجلس مفوضي الهيئة لدى محكمة البداية التابعة لمنطقته، وذلك بدءا من 17 وحتى 19 من شباط الجاري وضمن ساعات الدوام الرسمي، إذ سيكون قرار المحكمة قطعيا وغير قابل للطعن فيه لدى أي مرجع آخر بحسب الهيئة. الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواجدي، أهلا وسهلا بك معنا في السادسة. محمد، يعني تلميحات وتوقعات كانت تخشى وما زالت تخشى من ضعف الإقبال على الانتخابات القادمة، كيف تراها الهيئة المستقلة للانتخاب؟ يعني مساء الخير جميعا. الآن يمكن الحديث عن مسألة جوهرية بعيدا عن المناخات السائدة، هناك يعني خطوات نحو إجراءات عملية قد تفيد في مسألة يعني زيادة الإقبال، رفع نسب المشاركة. لما لهذه النسب من حيوية في تمثيل المجالس البلدية ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمان؟ نحن ننظر إلى المشاركة كعملية تساهم وتسهم في زيادة الثقة في المجالس التمثيلية، ننظر للمشاركة من منطلق الواجب عند كل مواطن والحق لكل مواطن في أن يدلي بصوته بحرية ومسؤولية. لذلك مسألة المشاركة هي مسألة يعني تقع على كاهل الجميع، ولا بد من جميع المؤسسات سواء في القطاع الرسمي أو القطاع الأهلي يعني أن تبذل قصارى جهدها نحو هذا الاتجاه. بوجهة نظر بسيطة، لا تزال هناك يعني تكثيف لحملات التوعية والتثقيف وصولا ليوم الانتخابات المقرر في 22/3 الشهر المقبل. هل هذه الفترة كافية برأيك من أجل تكثيف التوعية ذهابا إلى تكثيف المشاركة؟ يعني ننظر نحن إلى يعني حراك المرشحين بذاته قد يسهم في يعني
التأثير الإيجابي في جمهور الناخبين وحثهم باتجاه الخروج يوم الاقتراع. المسألة كما تعرفون جميعا هي مسألة يعني تنضوي على حرية مطلقة للناخبين، لكن نعتقد أن هذا الرقم من في أعداد المرشحين قد يساهم في حث جمهور الناخبين للخروج إلى يوم الاقتراع. هل تتوقعون نسب معينة للمشاركة؟ يعني بهيك مسائل أخي علي نحن لا نجيب على أسئلة افتراضية، نحن نقدم يعني نسب وأرقام واقعية، فبالتالي ننتظر يعني تتويج العملية الانتخابية في يوم الاقتراع، وننتظر بإذن الله نسب جيدة، خصوصا إذا ما طرأ أي تحسن على المنحنى الوبائي وشهدنا حالة استقرار وبائي تسمح للجميع بالاطمئنان والارتياح للخروج يوم الاقتراع. نعم محمد، نقطة أخرى، هل لاحظتم مشاركة حزبية جيدة في هذه الانتخابات؟ وماذا عن مشاركة المرأة في الترشح؟ يعني هي المسألة نحن أول من يعني عرف أرقام المرشحين المترشحين لمجالس البلديات والمحافظات ومجلس أمانة عمان، نحن الذين وضعنا الأرقام بين يدي المحللين والمراقبين والمتابعين لكي يدرسوا طبيعة هذه الحالة. يعني الحضور الحزبي في هذه القائمة الأولية لم يتعدى 70 مرشحا، فيما يعني بقيت حصة مشاركة المرأة دون 18%، وهي النسب قد تكون لافتة لكن لا نملك أي تعليق عليها، ونترك المسألة لمراكز الدراسات والبحث والمتابعين في الصحافة والإعلام. نعم محمد، لكن الهيئة تتابع انتخابات في دول كثيرة وتراقب، وبإمكانها أيضا إعطاء أسباب ولديها من المعلومات ما يكفيها حتى تدرس أيضا الحالة الأردنية. عندما نتحدث عن هذه النسب المتدنية، ألا يوجد أي تفسير برأيك لهذا المشهد؟ يعني كما ذكرت لك في البداية علي، المسألة نحن لا نتحدث عن مناخات ولا نتحدث عن ظروف مصاحبة للعملية الانتخابية، نحن نتحدث عن تسهيلات متوفرة قد تستفيد منها أو يستفيد منها الجميع. لذلك مسألة الأحزاب قد تكون تتعلق بطبيعة المرحلة الانتقالية بين قانونين، قانون ساري وقانون أحزاب منتظر. مسألة المرأة يمكن يعني البحث فيها بمزيد من دراسة الحالة الاجتماعية بشكل عام، لكن نحن لا نعلق على أرقامنا، نحن نضعها أمام الجميع وننتظر ردود أفعال علمية حيال دراسة هذا الأمر، وإذا ما توفرت معلومات علمية جوهرية حقيقية قد يكون لنا وجهة نظر في معالجة بعض الاختلالات في هذا المشهد. نعم، ناطق باسم الهيئة المستقلة الانتخاب السيد محمد خير الرواشدي، شكرا جزيلا لك. أرحب بعضو الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة المحامي والناشط السياسي الأستاذ فهد الحباشني. أستاذ فهد مساء الخير وأهلا وسهلا بك معنا في السادسة. بحكم لقائك بعدد من الشباب الأردني، كيف يرى هؤلاء الشباب الانتخابات القادمة وكيف ينوون التعامل معها؟ هل هناك نية للمشاركة فيها أم لمقاطعتها؟ مساء الخير سيدي، وبشكرك على استضافتك في برنامجك الكريم. سيدي لا شك أنه موضوع اللامركزية اللي قاعدين يعني الدولة الإعلامية في تطبيقه من سنوات هو أدرع للدولة لتحسين مستوى الخدمات في المحافظات، ومثل ما بيقولوا أهل مكة أدرى بشعابها، بأن تعطي المواطن وسكان المحافظة السلطة لأن تقوم بالتنمية وبأخذ المشاريع التي كل محافظة هي بتحتاج فيها. وأنا من منبرك الكريم يعني بحث كل شاب أن يذهب إلى موضوع اللامركزية وأن يذهب إلى موضوع المجالس البلدية والانتخابات النيابية. إذا بدك تسألني ما رأي الشباب بهذا الموضوع، فيعني هناك من خلال اختلاطنا من خلال الجمعية الأردنية أو من خلال أكثر من منتدى شبابي في عدد المحافظات، هناك عزوف عند الشباب
للمشاركة في موضوع المجالس البلدية أو في اللامركزية. بدك تسألني ليش الأسباب بالضبط؟ ولكن هناك لا ما هي الأسباب لماذا لا يريد الشباب المشاركة في هذه الانتخابات؟ أول شيء سيدي اليوم أنت الشباب عندهم هم واحد وهو هم البطالة أو هم الوظيفة. يعني اليوم اللي بتخرج عندك 22 سنة وسن الترشح 25 سنة هو فقط همه الوحيد بأن يلاقي وظيفة. يعني في نسبة دراسة حكت أنه 40% من الشباب الأردنيين عندهم نية وتفكير جدي في الذهاب إلى الخارج أو إلى دول الخليج حتى يلاقي وظيفة، وهذا كله ينعكس على موضوع العدالة الاجتماعية. فأنت عزوف الشباب عن المشاركة في الحياة السياسية سواء في الحياة الحزبية أو في الذهاب للترشح أو الانتخاب في المجالس البلدية وأعضاء المركزية هو سلسلة طويلة تبدأ موضوعها بالبطالة. فأنت اليوم هم الشاب أنه يلاقي وظيفة، أن يكون معيل، أن يتزوج إلى آخره، وموضوع أنه العدالة الاجتماعية الاثنين بتخرجوا بنفس السنة، أحدهم يعمل في بلاقي له مثلا ناس يخدموا بحطوا في وظيفة بمبلغ محترم، والآخر بصف في ديوان الخدمة المدنية ينتظر سنوات وبلا جدوى. فأنت موضوع أنك أنت كيف تحفز الشباب على أنهم يشتركوا في الحياة السياسية، هذا بده يكون على دور على مجتمع مؤسسات المجتمع المحلي وعلى أدرع الدولة بصدق. وهنا أريد أن أسأل، كيف يرى هؤلاء الشباب عمل الحكومة وعمل الدولة بشكل عام لتحفيزهم للمشاركة بالحياة السياسية عموما وفي هذه الانتخابات تحديدا، من أجل أيضا القيام بحل مشكلة البطالة وغيرها من المشاكل؟ أستاذ الكريم، الثقة حتى تعود أو لنعيد ثقة المواطنين أو الشباب في الدولة ومؤسساتها تحتاج إلى وقت طويل، لأنه هذا بناء معنوي. يعني الثقة بين الحكومة بين المواطن بين المؤسسات حتى أنت تعيدها يجب أن يكون هناك ثقة أنه اللي بده ينزل اليوم ويصير عضو في المجلس اللامركزي أو البلدي سيحدث فرق أو سيحدث تغيير. يعني أنا بقول لك وبصدق، هناك الكثير لا يعلم وشرائح كبيرة من المجتمع لا تعلم ما الفرق بين عضو مجلس البلدية وعضو اللامركزية، أين تنتهي صلاحيات هذا وذاك، هذا عن شو مسؤول. في ناس في من الشباب بفكرهم أنه ممكن لقي له وظيفة. يعني أنا بعرف ناس نازلين على اللامركزية بعض الشباب بيحكي له بدي أنا من هلا بدي وظيفة، فهو بدور على شخص يخدمه على نطاق خدمي. فلتعيد هذه الثقة يحتاج إلى وقت طويل. وبعدين خليني أحكي لك سيدي، يعني في عندك الإعلام الحكومي في موضوع أن تنشر الوعي في القوانين والتعليمات التي تخص في اللامركزية ومجلس البلدية. كيف لشاب أن يذهب وأنك بدك تخرطه في الحياة السياسية وأنه ينتخب أو يترشح هو ما بعرف شو القانون، ما بعرف الفرق بين هذا وذاك. هل تسمعني سيدي؟ نعم أسمعك، ويعني أحاول أيضا أن أجمل الأسباب معا حتى لا نطيل على المشاهد. إذا كنا نتحدث عن ضعف التوعية إذا صح التعبير والوضع الاجتماعي، هل هما برأيك السببان الوحيدان لعزوف الشباب عن المشاركة في الانتخابات؟ مثل ما حكيت لك، الشباب وبعض المرشحين لا يعو الفرق ما بين أعضاء المجلس البلدية واللامركزية. الإعلام الحكومي يعني تقريبا دوره مختفي في هذا الجانب. الجانب الآخر هو البطالة. والجانب الثالث أنه اليوم ثقة الشباب وثقة المواطنين بأعضاء المجلس البلدية ليست فقط لعدم ثقتهم يعني فيه كشخص، هي ثقة لا في يعني عدم ثقته في النواب، عدم ثقته في أذرع الدولة، عدم ثقته في الحكومة، فهي سلسلة طويلة من عدم ثقة المواطن والشباب في الدولة ككل. طب خلال الحديث، نعم خلال الحديث مع الشباب، هل هناك حلول؟ هل هناك برامج يقدمونها؟ هل هناك البعض منهم يشكل مجموعات ينضوي تحت أحزاب معينة من أجل إيجاد حل حقيقي لكل هذه المشاكل؟ سيدي العزيز، إذا بتحكي عن موضوع اللامركزية هو نهج جديد،
يعني احنا بالعكس يعني نثق في ذلك، انه هاي خطوه لبدايه مشرقه بعون الله، وما ما في بدايه سهل. بس اذا بتحكي لي عن مشاركه الشباب في الحياه الحزبيه، يعني احنا ال 50 60 حزب الموجودين اليوم لا يقوى على خوض الانتخابات النيابيه، حتى تلاقيه انه بده يستثمر في بعض المرشحين في اطار اللامركزيه والمجالس البلديه. يعني انت اليوم اذا بدك تحكي خطاب جلاله سيدنا وولي العهد من سنوات على تشجيع الشباب على الانخراط في الحياه السياسيه والحزبيه، يعني لا اعلم اذا ما زال موجود موضوع ان تحضر وثيقه انك لا تنتمي الى حزب حتى تنتسب الى الجامعه. فيعني اليوم اجى الوقت حتى نطبق هذا الخطاب من هذا الجانب، زي ما حكيت لك هاي السلسله متكامله، ان تعيد الثقه وان تحفز الشباب على المشاركه في الحياه الحزبيه، من هنا يبدا التغيير ككل، وراح ينعكس هذا الحكي على اللامركزيه وعلى المجالس البلديه باعتقادي الشخصي. عضو الجمعيه الاردنيه للعلوم والثقافه المحامي والناشط السياسي الاستاذ فهد الحباشني، يسعد مساك وشكرا جزيلا لك.